قبل فترة قصيرة ذهبت إلى بلدي يعني سوريا، وهناك جلت على عدد من المدن والقرى في أرجائها من أقصاها إلى أقصاها. سنعرضها في كل حلقة يعني هيك تقرير على الخفيف. يعني هذه المرحلة الأولى هي مدينة حلب، نتابع هذا التقرير. طيب نحن على استراد حلب دمشق الدولة. عندما تطأ قدماك أرض وطنك ينتابك شعور غريب متضارب بين خوف لا إرادي وحب ركبه الله فيك لا تملك له دفعة، وكأنك ظمآن وارد أو كضال واجد ترى شوارعها وأراضيها وأشجارها وسهولها ونسماتها وهواءها، تمتزج فيها رائحة الدم والدمار والألم، وأنة من فكت تنقطع عنك وأنت تنقل للعالم من منبرك وجع وطنك وناسك وأهلك. أختار لكم في هذا التقرير مدينة حلب، وفي الطريق إليها يجبرك عنوان عالمي لها أن تتوقف لتتناوله، وهو رطب أخضر، الفستق الحلبي. حلب الشهباء التي لقبها الناس فيما بعد بحلب الشهداء، وقد جاوز عدد ضحاياها أكثر من 10,000 ضحية وعشرات آلاف الجرحى والمنكوبين. ما يصدمك وترى فيها العجب رغم دمارها أن الحياة باقية وسائرة وكأن شيئا لم يكن. الأسواق وأصوات الأرزاق العالية والسعي في الأرض والنشاط والحيوية التي يشتهر بها الحلبيون، وكأنك لا تصدق أن مليونا شخص غادروا هذه المدينة. أحببت القدوم إلى بستان القصر الذي اشتهر بقيامه بمظاهرات ضد النظام السوري منذ البدايات، رغم كل الاستهداف والقنص الذي تعرض له هذا الحي الشهير الذي يسكنه أكثر الناس الذين يحبون الكفاف والابتسام بما قدره الله لهم. إلا أن عادة المظاهرات من طفأت ومن خبأت، بل كما هي. هنا يخرج الناس من صلاة العصر، يصطف شباب حلب للتجهيز المظاهرة، وهكذا يبدأون ويحضرون ويهتفون بسعادة وكأنهم يحلقون في السماء، ويجدون فيها ربما ترويحة لنفس أو زفرة لسجين. أم محمد، هذه المرأة تصنع الطعام للمحتاجين والفقراء عبر جمعية أسستها مع نساء الحي وهي متواضعة. تسأل الشباب الذين لا تعلم أنهم يقاتلون ربما ضد النظام السوري عن رأيهم بطبخها ومساعدتها لهم من قلب محب، وإن كانوا يريدون طعاما معينا لتصنعه لهم، وهي ممتنة لهم وتقول بأنه أقل الوفاء وما تستطيع فعله. في آخر هذا الشارع المؤدي إلى ما يطلقون عليه معبر رفح الحلبي، أنشأ المقاتلون المعارضون حاجزا منعوا فيه المواد التموينية وغيرها من الذهاب إلى مناطق سيطرة النظام في جزء حلب الغربي. كانت أكثر هو خلق ريكة وخلق عم بتقنص وخلق عم بتضرب هيك وهيك، ما عشان أروح عشان نجيب. المعبر بتقولوا معبر رفح هذا؟ معبر رفح على زمان بشار صراحة الله. على زمان صرنا ناكل من الشعب من الجوع من الفقر. ما بنعرفش نشتغل وين نروح وين نجيب. ترى هنا كثيرا من الناس من الذين يسكنون في مناطق النظام يأتون إلى هذه المناطق التي باتت خارجة عن سيطرته، ويطلق عليها الحلبيون تعبير المحررات أو الحرة أو المحررة. يأخذون ما يستطيعون تهريبه من المعبر الذي لا يخضع لسلطة المجلس العسكري الذي يرأسه العقيد عبد الجبار العقيدي. قصتنا طويلة في سوريا ولها بقية. موسى العمر. قصتنا طويلة في سوريا ولا تنتهي. لو تعلمون الشعور الذي يجتاح البني آدم يعني عندما بيدخل هيك أرض بلده يرى أشجار الزيتون والتين والمواجع والآهات وكل شيء. على فكرة سوريا أجمل مما يصور لها في الإعلام،
يعني هناك كثير من الناس بتخوف كثير ناس انه لا تذهب الى سوريا. لا تتكلم عن الصحفيين يا جماعه الخير، اذا الصحفي لم يكن على حمايه من احد ما يعني معرض للتشويد باي لحظه. بالحلقه الماضيه في مصطلح ذكرته اسمه التشويد، في عرب سالوا عنه شو معنى التشويد. التشويد يا جماعه الخير الان مشهور كثير في 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 في, في سوريا في المناطق تبع النظام وتبع الثوره. يعني التشويل انه ان يخطف شخص ويوضع في شوال قلم احمر تبع حنطة او تبع عدس او تبع حمص ويوضع في باكاج السيارة، يعني يخطف، اسمه التشويل او الشودرة، يعني كأن يلف بشادر، فهذا هو التشويل. هذه مصطلحات حلبية بنحكيها ان شاء الله بعدين. على سيرة حلب، في شخص هون في المظاهرات خرج وهو يصفق وهو موضوع على الاكتاف، اسمه أب مريم. هذا أب مريم جولوه، يعني خطفوه. هذا هناك مطالبات عند جهات ليست النظام وإنما جهات من الكتائب المسلحة. هذا مناشدة وتقرير بسيط أرسله لنا أهل الحي الذي يسكنونه. وجه كلمة لكل من حضر اجتماع مجلس تأسيس مدينة حلب في غازي عنتاب. أين أنتم من هؤلاء الجسس؟ كنتم قد جلستم على مقاعد وكراسي، فأنتم جلستم صعدتم فوق هذه الدماء كي تصلوا إلى كراسيكم. ولكن يا أهل العامية، الله ليس يمحكم، الله ليس يمحكم. إن كنتم مشايخ أو كنتم أطباء أو كنتم محامين، ولكم الله ليس يمحكم. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم بس. حسبي الله ونعم الوكيل أحسن شيء. حسبي الله ونعم الوكيل على كل شيء شاري سلاح. حسبي الله ونعم الوكيل على كل شيء واحد شريف ومحسوب على السماء مثل زيكي. حسبي الله ونعم الوكيل على كل واحد بشوف عنده الإمكانية إنه يصلح هذا الشيء ويضل ساكت ويقول ما له وكيل. حسبي الله ونعم الوكيل على كل مواطن ساكت. حسبي الله ونعم الوكيل على كل واحد عم يسمع. بحب اوجه رساله لكل المواطنين، وقت بتشوفوا اي عنصر كان جيش نظامي او جيش حرب لمين ما كان يكون عم بتصرف تصرف مو مزبوط، لا تسكتوا له، وقفوا بوجهه ولو كان بده يقتلكم، لان نحن طلعنا قلنا الموت ولا المزله، اللي بده يذلنا ما راح يطلع له، والموت قريب والبواريد معهم والرصاصات معهم خليه يقتل.